في الفترة اللي فاتت شفنا نسب تعافي كتيرة بفضل الله من الإدمان، وخطة الدولة للقضاء على الإدمان لا تتوقف عند التعافي فقط، لكن كمان بيكون في أنشطة بيتم إقامتها لدمج المتعافين في المجتمع، وده اللي تم من خلال تنظيم دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، واللي بيضم الأسمرات المحروسة، حدائق أكتوبر، وسطبل عنتر، وبشائر الخير، كمان حي الضواحي في بورسعيد. معانا على الهاتف الدكتور هشام جمعة، أخصائي علاج الأدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. في البدايه خليني اعرف من حضرتك، قبل ما نتكلم عن هذا الدوري، عايز اعرف من حضرتك اهميه دمج المتعافين في المجتمع ما بعد التعافي. طبعا الهدف النهائي من الرساله اللي بيقدمها صندوق علاج الادمان هو يعني انتشال شبابنا وشباب هذا المجتمع من افه الادمان الخطيره اللي يمكن بتدمرنا طول الوقت. احنا بنعمل جهود متعددة عشان نواجه الإدمان وخطر الإدمان. يمكن من أهم الحاجات اللي احنا بنواجه بيها هذا الخطر هو العلاج اللي احنا بنواجه بيه الإدمان. خلينا نتكلم برضو بشكل عام. احنا الدور اللي حصل النهارده ده هو واحد من ضمن الأنشطة المتعددة اللي بنحافظ بيها على التعافي اللي بعد اللي هو بيجي مرحلة لاحقة للإدمان. احنا بنقدم الخدمه العلاجيه للناس وبعد كده هم بيخفوا، فازاي ان احنا النهارده نحافظ على ان هم يفضلوا مبطلين عشان لا قدر الله ما يحصلش اي انتكاسات مره ثانيه. يعني الادمان من الامراض النفسيه اللي ممكن يحصل فيها انتكاسات الا لو قدرنا نحافظ عليها. فده بيكون من خلال الانشطه اللي بيكون من خلالها بنقدر نمكن المتعافين بتوعنا اقتصاديا بحيث ان يكون في مصدر دخل مره ثانيه، وكمان بنساعد ان احنا ندمجهم في المجتمع. غير كده الانشطه الرياضيه اللي بتتم زي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، ان هو بيبتدي يعرف ازاي يتعامل مع الناس ويندمج مره اخرى للمجتمع عشان يبتدي يحس ان هو طبيعي، ونشيل عنه حته الوصمه الاجتماعيه او الكلمه اللي بتطرد طول الوقت، انت مجرم، انت مش مريض. كل الحاجات دي احنا بنحاول ان احنا نكسر المعاناه السائده عند المجتمع، سواء عند المدمن او حتى عند المجتمع ككل، وان احنا نحاول ندخلهم جوه المجتمع مره ثانيه من خلال الانشطه دي. طيب دكتور هشام، هل دي اول مره تنظموا دوري بهذا الشكل؟ لا، احنا عملنا دوريات كتير، ويمكن الدوري ده هو نشاط سابق بيتعمل على مستوى الجمهوريه لكل المستشفيات وكل المتعافين على مستوى الجمهوريه كل سنه في موعد محدد بيتم تنظيم هذا الدوري. لكن احنا النهارده بنتكلم على حاجه خاصه شويه، على دوري المتعافين للاماكن المتطوره. يمكن القياده السياسيه ودكتور نبيل القباش وزير التضامن، معالي وزير التضامن، تهتم الفتره الحاليه بان احنا نوجه خدماتنا بشكل اكثر للمناطق المطوره بديله العشوائيات عشان خاطر نساعد الشباب هناك ان هم ازاي يواجهوا مشكله الادمان سواء على مستوى العلاج او حتى على مستوى الوقايه. عملنا اكثر من 150 الف زياره منزليه للاسر هناك عشان نفهمهم ايه هي اضرار المخدرات وازاي نحمي اولادنا منها. طيب يعني ده مش اول دوري، لكن المناطق دي هي اول مره ان انتوا تروحوها. انعكاسات بقى حاجات زي دي على نفوس المتعافين من الادمان بالنسبه للتجارب السابقه؟ خلينا نقول حاجه، ان الناس حتى المتعافين بتوعنا يعني الابطال اللي احنا بنحاول نحافظ عليهم النهارده، لما بيكونوا بره الحدث غير جوه الحدث. لما بيسمعوا عن الموضوع من بره ده مجرد دوري متعافين او دوري كوره زي ما بيجي هم بيتخيلوا يعني، لكن لما بيخش جوه والحماس بقى ويروح التنافس اللي بتسود المكان، خلينا نقول حاجه ان هو تاثير ايجابي وفعال جدا في الحفاظ على التعافي ودعم التعافي، ان هم ناس طبيعيين بيكسبوا ويتنافسوا ويحتفلوا. فالموضوع بيكون ليه تاثير دايما اكتر من اللي احنا دايما بنرجوه. طيب دكتور هشام، يعني لو توضح لنا عدد المشاركين وصل كام تقريبا في فعاليات الدوري الرياضي، وايضا عايزه اعرف من حضرتك تكلمنا عن وجه التعاون بين طبعا الصندوق وايضا الامم المتحده في هذا الدوري تحديدا، وعايزه اعرف كمان من حضرتك ردود افعالهم. احنا كان عندنا 6 فرق في هذا الدوري من 6 مناطق مطوره. كان في التعاون ما بين صندوق علاج الادمان والمكتب المعني بالمخدرات والجريمه. وتم تسليم الكاس بحضور معالي الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، و
والممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحده المعني بمكافحه المخدرات والجريمه. طيب دكتور هشام، هل في اعمار محدده للاشتراك في هذا الدوري ولا كل المتعافين من هذه المناطق اللي حضرتك ذكرتها؟ لا ما فيش اعمار محدده، ولكن دايما بيكون الالتزام بالبرنامج ويكون في مده للاشتراك ويكون في التزام بالبرنامج، وان هو يكون لسه متابع معانا لحد دلوقتي في المستشفيات بعد انتهاء العلاج، هو ده المعيار المهم. دكتور هشام، طيب لو توضح لنا بحضرتك خطة دمج المتعافين من الإدمان في تلك المناطق. في هذه المناطق وغير هذه المناطق احنا بنتكلم دايما على الرعاية اللاحقة او دعم ما بعد التعافي من خلال المشروعات اللي بتعملها الفترة الأخيرة. يمكن كان أهمها مبادرة بداية جديدة، ودي من خلال نتيجة القروض للمتعافين من الإدمان عشان يبقى في مصدر. دكتور هشام جمعة، على أي حال بنشكر حضرتك جزيل الشكر. دكتور هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.